السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وشكرا. ذكرت تقارير إخبارية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توصل بست ترشيحات لطلب الاستضافة لنهائيات كأس إفريقيا 2027. وأكدت أحد الإذاعات الغانية أن رئيس الكاف باتريس موتسيبي منفتح أكثر على منح تنظيم البطولة للملف المشترك بين ناميبيا وبوتسوانا. وأشار ذات المصدر أن المغرب متواجد في قائمة الدول الراغبة في احتضان كان 2027 إلى جانب السنغال، بوركينا فاسو، زامبيا وتنزانيا. وتستضيف الكوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس إفريقيا 2023 التي تنطلق تصفيتها الأسبوع الجاري بإجراء مباريات الجولة الأولى من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات الكان. ونفت بعض المصادر من جميع المسؤولة في تصريح لأحد الصحف المغربية الأخبار التي راجت حول تقديم المغرب بطلب الاستضافة نهائيات كأس إفريقيا 2027. وأوضحت المصادر نفسها أن ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنه في حال تم فتح باب الترشيحات وقررت الجامعة التقدم بطلب الاستضافة فسيتم الإعلان عن ذلك عبر قنوات رسمية. وكانت وسائل إعلام مختلفة قد تداولت خبر تقديم المغرب بطلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا 2027 إلى جانب كل من تنزانيا وزامبيا. نوه يان بارتيس مقدم تلفزيوني فرنسي بمستوى تنظيم المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري في مقارنة مع تنظيم بلده فرنسا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول. وجاء تعليق الإعلامي الفرنسي بارتيس ردا على التعبير العنصري لجوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني التابع لليمين المتطرف في فرنسا الذي علق على أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: جنبات الملعب ذلك اليوم كانت أشبه بمحيط ملعب بالأحياء الفقيرة في البرازيل أو إفريقيا. وأجاب الإعلامي الفرنسي عن التشبيه العنصري للسياسي اليميني قائلا: فلنشاهد الصور الحضارية لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب البلد الإفريقي. وقال الإعلامي الفرنسي معلقا على تنظيم المباراة: مرحبا بكم في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذين تشاهدون صورة الآن. هذا الملعب استقبل 50,000 متفرج في جو احتفالي. وتابع بارتيس حديثه عن المباراة: الجماهير تشجعت وغنت لفريقها وشاهدت كرة القدم في هدوء وهي مستمتعة بالمباراة. وختم حديثه قائلا: هنيئا لفريق الوداد الرياضي الذي فاز بهدفين نظيفين وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا. جدير بالذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي احتضنها المغرب في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء توجت الوداد الرياضي بطلا المسابقة بعد هدفي زهير المترجي في شباك منافسي الأهلي المصري يوم الاثنين. يقترب الدولي المغربي رومان غنمسيس من التوقيع في صفوف نادي بيشكتاش التركي بعد اتفاقه مبدئيا مع الفريق. ونقلت صحيفة سي ان ان التركية أن لاعب ويلفر هامبتون الإنجليزي السابق التقى فاليريان إسماعيل المدير الرياضي للفريق التركي وأكدت وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين. وأشار نفسه المصدر إلى أن المدافع المغربي اتفق مع النادي التركي على عقد يمتد لثلاث مواسم مع إمكانية تجديد لموسم إضافي وراتب سنوي بقيمة 1.75 مليون يورو. وأكدت ذات المصادر أن المفاوضات مع اللاعب ذو 32 ربيعا تعرفت على الانتهاء بما أن الطرفان اتفق على تفاصيل العقد في انتظار الحسم في منحة التوقيع التي اشترط فيها المغربي التوصل ب 1.5 مليون يورو بينما يحاول النادي التركي التفاوض بشأنها. جدير بالذكر أن سيس غادر فريق ويلفرهامبتون الإنجليزي بعد قضائه لستة مواسم مع الذئاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انتهاء عقده مع الفريق متم الموسم الحالي. تأكد بشكل رسمي إجراء الدربي البيضاوي بين الرجاء والوداد الرياضيين لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية إنوي أمام مدرجة فريغة. ويأتي القرار بعد أن عاقبت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الجمعة نادي الرجاء الرياضي بمباراتين نافذتين مع منع جماهيره من التنقل خارج الميدان إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي. وعوقب النادي الأخضر على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام مضيفه سريع واتزم لحساب الجولة 24 من البطولة الاحترافية إنوي. ومن المنتظر أن يفتقد الديربي لجماليته التي يتميز بها في المدرجات علما أن الأنصار يعتبرون من بين أقوى الوسائل
التي روجت له خارج الحدود المغربية منذ سنوات، ويحتل رفاق محسن متولي المركز الثاني في سلم الترتيب العام برصيد 49 نقطة على بعد 4 نقاط من المتصدر وغريمه الأزلي الوداد الرياضي.